اللي بيحفظ كلامك واللي بيفهمه لو مهما الدهر حرب وعمره ما هيهزمه. اللي بيحفظ كلامك واللي بيفهمه لو مهما الدهر حرب وعمره ما هيهزمه. كلامك نور ونار حماية من الأخطار وسياك طول المسيرة حسن وسر انتصار. سراج للتعبانين وبيهدي المحتارين يرشد كل اللي تاهوا ويعزي اليأسانين. نفس الكلمة اللي كانت تشفي اللي انحنوا لسه لحد النهاردة عزا اللي بيحزنوا. نفس الكلمة اللي كانت تشفي اللي انحنوا لسه لحد النهاردة عزا اللي بيحزنوا. واللي وعودك سلاحه ما توقعهوش جراحه ومنين ما يروح هتفضل سر وصوله ونجاحه. ده كلامك قوالينا روح وحياة نبضى فينا لو كل الكون يضل نورك هيبان علينا. أعزائي المشاهدين، نعمة وسلام من شخص رب يسوع المسيح. برحب بكم مرة تانية في برنامجكم الفاهمون يدؤون، وإحنا في الطلبة رقم 4 في الصلاة الربانية الخاصة بالإنسان. افتح معايا إنجيل لوقا إصحاح 11 ابتداء من عدد 1. بس كان يصلي في موضع، لما فرغ قال واحد من تلاميذه: يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه. فقال لهم: متى صليتم؟ فقولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. قبل أن أقول أي شيء، خلونا نحن رؤوسنا ونرفع قلوبنا أمام الله في السماء. يا أبي السماوي، أتينا مرة أخرى نجلس عند أقدام يسوع لنتعلم من كلام الحكمة الخارج من فمه. علمنا فنتعلم، أضئ بوجهك علينا فنرى نور، إذ مكتوب بنورك نرى نور. تكلم إلى قلبي فأتكلم أنا إلى شعبك. لست صاحب كلام من أمس ولا قبل، ولكن عبدك أغلف الشفتين وسقد اللسان. أنا بثق يا رب أنك أنت في هذا الصباح تلمس شفتاي بجمرة مسبحك، فأتكلم لا بكلام الحكمة البشرية المقنع، ولكن ببرهان الروح والقوة. أبانا أتينا في اسم الرب يسوع المسيح، آمين. كل مرة بتصلي الصلاة الربانية أنت بتطلب حماية الله، بتقول يا رب لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. كل مرة انت بتقول للرب كده في صلاتك الربانية: نجيني من الشرير يا رب، انا ضعيف. انت بتعلن انك انت محتاج الى حماية، انت محتاج الى رعاية. ويقول الكتاب كده: ورعاهم بكمال قلبه وهداهم بمهارة يداه، معه انا في الضيق. افتح معايا، زي ما قلت لك دايما يكون معاك كتابك المقدس، افتح معايا مزمور 91 بيقول كده: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. افتح معايا المزمور واقرأ معايا وتأمل في الاعداد، لانها كلام ومواعيد، كلام الله ليك. انت اذا قلت انك انت رب ملجئي جعلت العلي مسكنك، لا تضن ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك الف وعن يمينك ربوات. ده وعد الرب ليك النهاردة: انا الرب السائر امامك والهضاب امهد. ليه؟ لانك قد صرت عزيزا فعيناي مكرما لدي، وانا قد احببتك. ده وعد الرب ليك النهاردة. افتح معايا مزمور 91 واقرأ معايا: الساكن في ستر العلي. يبقى انت ساكن فين؟ في ستر العلي في ظل القدير يبيت. اقول للرب ملجئي وحصن الهي فاتكل عليه. كل مرة تقول للرب في الصلاة الربانية: يا رب نجيني، يا رب انا محتاج الى معونتك،
تستطيع أن تقول بفم مليان إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. النهاردة إحنا بنتكلم في الحلقة دي عن الفاهمون يضؤون، عن حماية الرب ليك كمؤمن. يقول الكتاب كده: الوبار طائفة ضعيفة ولكن تضع بيوتها في الصخر. فإن كنت أنت بتقول النهاردة معايا ومع الآخرين أقول للرب ملجأي أتكل عليه، فالنهاردة ربنا يبعت لك رسالة يقول لك ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوافيه يظللك. خواف اللي هي الريش الناعم اللي تحت الريش الظاهر للتدفئة، وتحت أجنحته تحتمي حماية، ترس ومجن حقه. اثبت في الحق فأنت في سلام وضمان وأمان. بعدين يقول لك في عدد 5: لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجة ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. حبائي في المسيح، قال داود: كنت فتى والآن قد شخت، ولم أرى تقيا أو صديقا قد تخلى عنه، ولا ذرية له تلتمس خبز. الأمان والضمان هو في شخص الله. عندما تقول قلت للرب أنت ملجائي، ما تقلقش. أي نعم الله احتمال يتأخر في الإجابة، لكن خليك دايما جنب منه، علشان لما يمد إيده يلاقيك، ما يلاقيكش بعيد. طول ما أنت داخل دايرة النور أنت في حماية، أنت في عندك موارد حية لا تنضب، عندك إله قدير صاحب الإمكانيات، له ذراع القدرة، له يمين العزة. فإن كنت أنت تقول النهاردة معايا ومع آخرين من خلال البرنامج أقول للرب ملجأي، يقول لك الكتاب كده: لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجة ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، إليك لا يقربوا، إنما بعينك تنظر وترى مجازات الأشرار. ليه كل ده؟ لأنك قلت في عدد 9 تعيد وتكرر مرة تانية: لأنك قلت أنت يا رب ملجأي، جعلت العلي مسكنك، لا يلقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك. لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجليك، على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس في اسم يسوع. لأنه تعلق بي أنجيه أرفعه، لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده. كل ده لما تيجي أنت في الصلاة الربانية وتقول له نجينا، أي إن كان نوع الطلب اللي أنت بتسأله، نجيني من نفسي. أنا دايما أقول لرب: يا رب نجيني من نفسي. أكتر واحد تعبني وقرفني وضايقني وزعلني وجاب لي الضغط هو أنا، مش قادر عليه. فلما تيجي تقول للرب كده: يا رب نجيني، نجيني من نفسي، نجيني من أفكار، نجيني من إنسان عتيق، نجيني من المشاكل اللي حوالين مني، نجيني من شر الأشرار، نجيني من تحديات العالم، نجيني من شهوة العيون، نجيني من لسان الناس. يقول لك الرب كده: اسمع، افتح معايا مزمور 46، مزمور رائع خالص. يقول لك كده المرنم، مزمور 46، افتح معايا: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض. يمكن أنا مش بوعظ كثير، لكن بقرأ آيات والكتاب المقدس هو اللي بيوعظ لوحده. لما تبتدي تفهم مواعيد الله ويكون عندك استنارة روحية انت واقف فين من دايرة محبة الله، انت تكون مرتاح. يقول الكتاب زي ما قلت لك نعيد وأكرر: الوبار طائفة ضعيفة ولكن تضع بيوتها في الصخر. فطول ما انت داخل صخر الدهور فانت في أمان. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار.
تتزعزع الجبال بطموها، لكن يقول لك الله، قول لنفسك كده، الله في وسطنا فلن نتزعزع. يعينك الله عند إقبال الصبح. قول لنفسك كده، الله معايا. عمانوئيل، الله معاك فلن أتزعزع. لكن مش معنى كده أنك ما تقابلش تجارب. لكن خليني أقول لك حاجة، افتح معايا سفر الخروج. سفر الخروج دائما يكون معاك كتابك ويكون معاك ورقة وقلم، عشان أبويا زمان قال لي: يا ولدي مفيش أغلى من الكلام وأرخص من الكلام، وده أغلى الكلام. قال له: ليتك أصغرت الوصايا النتيجة فكان كنهر سلامك. شوف الكتاب بيقول إيه. خروج 10: فمد موسى يداه نحو السماء فكان ظلام. 10:22: فمد موسى يداه نحو السماء فكان ظلام دامس في كل أرض مصر 3 أيام، لم يبصر أحد أخاه ولا قام أحد من مكانه 3 أيام، ولكن جميع بني إسرائيل كان لهم نور في مساكنهم. عاوز أقول لك أنك أنت مميز، أنت مميز أن ربنا معاك، أنت مميز أن ربنا في حياتك. وزي ما قال كده المرنم: الرب لي حصن، الرب لي راعي، الرب لي ملجأ. فلما تيجي وتحط وتحتمي وتيجي تقول له كده: نجيني يا رب، نجيني يا سيد، يتراءف الرب عليك عند سماع صوت صراخك. مكتوب أيضا، أنا بحب أقول مكتوب، مكتوب في كتابي ده، كتابي ده بقاله 20 سنة معايا ساعة ما عرفت الرب يسوع: وجدت كلامك فأكلت فكان لي للفرح والتعزية. لما تؤمن بكلمة الله سراج لرجلي كلامك ونورا لسبيلي. لما تعرف أوي كلمة الله وتدرسها كلمة الله، يقول الكتاب، يقول كتابي، كتابي أنا وهنا ورايح أقول، يقول كتابي كده: ذو المعرفة متشدد قوة. لما نعرف موعيد الله ليا وحماية الله ليا، المعرفة مهمة أوي. فأنا فاهم جدا أن أنا محبوب، فاهم جدا أن أنا غالي على قلب الرب. قال له المرنم: غالي عليك ربي، أنا غالي عليك، وغلاوتي مش مني، دي محبة منك يا رب. فلما نعرف كلمة الله أحبائي ونحفظها ونعيشها ونلهج به، فأنت ثابت. يقول: طوبى للرجل الذي يلهج في ناموس الرب نهارا وليلا. يا بختك، يا بختك لما تقعد كده وتقرأ كلمة الله وتيجي وتقول مع العروس: تحت ظلي اشتهيت أن أجلس، لأن ثمرته، أي كلامه، حلوة لحلقي. فعندما نعرف كلمة الله، سفر الخروج بنشوف خروج شعب إسرائيل من أرض مصر في خروج 12، لكن هم خارجين من البرية طبعا رايحين أرض كنعان. كان في أمور مش حلوة، شفنا في البرية مياه مرة، وشفنا في البرية عمليق، وشفنا في البرية حيات محرقة، شفنا أمور كثيرة وجعت قلب الشعب. لكن عاوزك تركز عينك مش على عمليق، مش على المياه المرة، مش على الحيات المحرقة، لكن وانت خارج من البرية ماشي في طريقك إلى كنعان أورشليم السماوية، عاوزك تتذكر قوي أن هناك المن السماوي، هناك خيمة الاجتماع، هناك سحابة المجد، أن هناك العمود النار. عمود النار ماشي أمامك ليل ونهار، يقول الكتاب كده: فكان عمود النار يسير أمامهم نهارا وليلا. في سفر يشوع المن ما اتقطعش إلا لما دخلوا أرض كنعان. فربنا حط على قلبه يرعاك بكمال القلب ويهديك بمهارة اليدان. عاوزك تقول له كده: نجيني من الشرير. حلو انك تيجي تحتمي في حصن الرب، تيجي تحتمي تحت أجنحته، تيجي تحتمي في أمانه، تيجي تحتمي في ضمانه، تيجي تحتمي في قوته. له ذراع القدرة، له يمين العزة. أنا بقول لك عن صدق وعن اختبار، مفيش حماية
إلا فيه، ما فيش حماية إلا في شخصه. يا بختك لو عرفت وفهمت، عرفت وفهمت إنك أنت في حد بيرعاك، ما أنتش لوحدك. قال المرنم كده إني أنا مش لوحدي، أنا ليا يد قوية وعين سهرانة عليا، ما أقدرش أعيش من غيرك، يراويني يا يسوع من خيرك. فأحبائي عشان تعرف تعيش وانت منتصر في حياتك، تعلم انك تقرأ كلمة الله، تعلم انك تتمسك بمواعيد الله. نجينا من الشرير، قل له كده يا رب نجيني من الشرير، يا رب انا ما عنديش حد اروح له، يا رب انا بلتجئ اليك. فده اعلان انك انت عاوز تذهب الى شخص رب يسوع وتحتمي. يا بختك اذا فهمت الرساله النهارده، يا بختك اذا الرساله عبرت من ذهنك واستقرت في قلبك. تقدر تعيش وانت منتصب، تقدر تعيش وانت فرحان. انا في سؤال بساله لكل الناس ومش كل الناس بتعرف تجاوب. سؤال دوت بقول كده، يعني الرب يسوع قال في العالم هيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم وكل ما لي فهو لكم. سؤال بقى اللي انا عاوز اطرحه على عليكم، الناس اللي لسه ما عرفتش الرب يسوع المسيح، اساله ازاي انت عايش من غير يسوع؟ ازاي انت عايش من غير سلامه؟ ازاي انت عايش من غير حمايته؟ ازاي انت قادر تكمل يومك؟ ازاي بتواجه العالم؟ ازاي بتواجه الامراض؟ ازاي بتواجه المخاوف في المستقبل؟ ازاي؟ فهمني من فضلك. لو عرفت ابعت لي ايميل على البرنامج علشان افهم انت عايش باي منطق، انت عايش باي حماية. احنا جربنا كل حاجة، مش كل الناس تعرف اختباري، لكن بنعمة يسوع بسجله مع دكتور عماد في برنامجه اللي بيعمله، لكن صدقني انا جربت كل حاجة، لكن تم فيا قول الكتاب كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. ولا سلام قال الرب للأشرار. بعيد عن الرب ما فيش ضمان. فأنا بقول لك النهاردة تعالى وسلم حياتك للرب، تعالى وقول للرب نجينا من الشرير. مش عاوزك تردد الأبان الذي كده مع اللي بردده وانت مش بتعمل بيها، مش عاوزك تكون بتردد كلمات وانت مش فاهمها، مش عاوزك تاخد عهود على نفسك. قلت لكم المرة اللي فاتت والمرة اللي قبلها خطر جدا انك انت تاخد عهود على نفسك وانت مش قدها. عندما تقول يتقدس اسمك ما اتخذت عهد. لكن نرجع تاني للآية بتاعتنا نجينا من الشرير. أنا بطلب منك أنك تفهم كلامي وتاخد وقت تصلي وتركع وتقول للرب يا رب أنا باجي أمامك النهاردة، أنا باجي أمامك النهاردة. في نهاية البرنامج بديك من أشعياء 43 وعد الرب ليك. اسمع وعد الرب ليك الناس اللي بتسمعني والآن وانت بتسمع دلوقتي. والآن هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل، لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. إذا اكتست في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلزع واللهيب لا يحرقك، لأن أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل مخلصك. ده وعد الرب ليك النهاردة. عندما تيجي وتقول يا رب نجيني زي ما صرخ بطرس وقال له نجيني يا رب، الرب ما قالوش يعني ليه يا ابني كده، لكن مد ايده
ومسك بيه. رب النهاردة يمد إيده ويمسك بيك، لما تمد إيدك وتقول له رفعت عيني إلى السماء من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. يبتدي الرب قلبه يحن، يقول لك كده قد رأيت دموعك، قد سمعت صلاتك. عاوز أصلي معاك، الناس اللي لسه ما سلمتش حياتها للمسيح، الناس اللي عايشة في دوامة الحياة، الناس اللي تئن وتسأل يوما فيوما لماذا تأنين في نفسي، نفسي في منحنية. النهاردة ربنا بيقول لك عوض الرماد دهن فرح، عوض الروح اليائسة رداء تسبيح. فأنا النهاردة جاي وبيمدلك إيده رب المجد إله السماء إلي الشداي الإله القدير، عاوز يرفعك، عاوز يشددك، عاوز ينجيك، عاوز يعوضك. وأعوض لكم عن السنين اللي أكلتها الجراد. في ناس بعيد قوي عن الرب عايشة لوحديها، وفي ناس عرفت الرب ودايما تقول له كده قصاد التجربة أشكرك لأنك أنت في حياتي، أنت تدافع عني، أنت تحامي عني. فالناس اللي هي لسه ما سلمتش حياتها المسيح، أنا بسألك وبقول لك يسوع بيحبك. عاوز تصلي معايا؟ غمض عينيك وصلي وردد معايا هذه الصلاة. أبي السماوي، بأتي إليك مستتر في دم يسوع، بأتي إليك رافع عيني للصليب. تعبت إن أنا أكون لوحدي، محتاجك، سامحني على اللي عملته بقصد أو غير قصد، علنا وسرا. أيها الرب يسوع المسيح، أشكرك لأنك مت بدل مني على الصليب. تعال واغسلني بدمك، تعال وطهر قلبي بدمك. أيها الروح القدس، تعال واسكن في داخلي، اجعلني خليقة جديدة. أيها الآب السماوي، بشكرك لأنك قبلتني ابن في شخص المسيح. إن كنت قد صليت هذه الصلاة، بقول لك من منبر الطريق ومن قناة الطريق ومن برنامج الفهموني ضؤون، مبروك عليك. يسوع عرفت الرب، رب لمسك، تصل بينا ونحن نصلي من أجلك. الرب معك. اللي بيحفظ كلامك واللي بيفهم، لو مهما الدهر حرب وعمره ما هيهزم. اللي بيحفظ كلامك واللي بيفهم، لو مهما الدهر حرب وعمره ما هيهزم. كلامك نور ونار، حماية من الأخطار، وسياك طول المسيرة حسن وسر انتصار. سراج للتعبانين وبيهدي المحتارين، يرشد كل اللي تاهوا ويعزي اليأسانين. نفس الكلمة اللي كانت تشفي اللي انحنوا، لسه لحد النهاردة عزا اللي بيحزنوا. نفس الكلمة اللي كانت تشفي اللي انحنوا، لسه لحد النهاردة عزا اللي بيحزنوا. واللي وعودك سلاحه ما توقعهوش جراحه، ومين ما يروح هتفضل سر وصوله ونجاحه. ده كلامك قوة لينا، روح وحياة نبضة فينا، لو كل الكون يضل نورك هيبان عليه.